وهذا ما كيعنيش انه هو مقتصر على ديك المدينه اللي كنقول على الشمال، ولكن ولينا كنشوف السلام الله عليكم الاخوه الاخوات، معكم عثمان برسونا من جديد في موضوع جديد. خوتي خوتاتي كالعاده نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اخوان والاخوات اللي كيشاهدونا لاول مره، ما تنساوش تجيو معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ذاك المدينه اللي في الشمال، هاد العباره او هاد الصريح اللي سكان مدينه طنجه، وانا واحد منهم، ماشي من سكان مدينه طنجه، ولكن انا الخلق ديالي والطفولة ديالي دوزتها في هذه المدينة، والعائلة ديالي والأهل والأحباب ديالي كلهم من هذه المدينة. وإذا كانت شي عبارة أو لا شي مصطلح ماشي في بلاصتو، ماشي مسؤول تكون المدينة اللي بغات، كتمس مدينة من المدن المغربية، راه غادي نكونوا حنا من السباقين اللي نخرجوا ندوا يعني بهاد الأمور بحال هذه. حنا خوتي كما كتعرفوا قبل هادشي هذا كامل، نخليكم مع التصريح، مربما نكون انا غلط، مربما يكونوا السكان ديال المدينه غالطين، ولكن باش نحيدوا الشكوك وباش ما نكونش انا غلط والسكان ديال المدينه غالطين، خص يكون واحد التوضيح او لا واحد التصريح من السيد وزير الداخليه آيت الطالب. لان مدينه كمدينه طنجه تكون مدينه كما بغات تكون، محسوبه على التراب المغربي، فلا بد يعني خصوصا من المسؤولين، لان احنا دائما يعني كنعانيو من العنصريه في بلادنا، دائما عندنا ديك المشكل داخل الريف، تطوان، طنجه، سوس، عروبي، جبلي الى اخره، دائما عندنا هذا المشكل. وحنا دائما وانا بالاخص دائما كنقول يعني اي واحد مغربي حامل البطاقة الوطنية فراه كيتحسب مغربي، ما كاينش هاد القضية ديال الشمال أو الجنوب أو العروبي أو الجبلي أو الريفي، هاد القضية هادي ما تكونش فينا حنا، حنا المسلمين، حنا مسلمين قبل ما نكونوا مغاربة راه مسلمين. ما عرفتش أنا علاش كاينة هاد، من دائما كنعانيو من هاد القضية هادي ودائما كندد بها، كاين مشاكل مع الناس ديال المغرب مع الداخل، العروبي، السوسي، الريفي، هادشي هذا كامل دائما كنعاني منه ودائما كندو به. ولكن باش يخرج مسؤول يعني مسؤول كبير وزير الصحة عفوا ويطلق هاد الكلمة او هاد العبارة بحال هادي، ديك المدينة اللي في الشمال، فراه مربما نكون غلط ومربما يكونوا سكان المدينه غالطين، ولكن كنكرر خاص لابد ما يكون واحد التوضيح او ليكون واحد ولو غير واحد تدوينه، باش لان المسائل بحال هذه هي اللي كتخلق الفتنه بين سكان المدن المغربيه. لان احنا صراحه المسائل بحال هذه راه خطيره، انا كنعتبرها خطيره، تسمع وخصوصا ملي كتسمع ردود الافعال اللي كتكون قويه وتبقى ساكت، اذا تما شي حاجه لابد ان يكون واحد التوضيح، واحد خروج اعلامي او شي تدوينه على الاقل، ويكون توضيح علاش تقال داك الجمله بديك الطريقه هذيك داك المدينه. واش وزير الصحه ما عقلش على الاسم ديال المدينه؟ واش تنسالو الاسم ديال المدينه طنجه اللي هي بوابة المغرب، اللي هي الحدود مع أوروبا، اللي هي يعني ثاني مدينة من ناحية الاقتصاد في المغرب؟ ما كنظنش أن وزير الداخلية تنسالو اسم وزير، عفوا وزير الصحة تنسالو اسم ديال المدينة ديال طنجة. حنا كالناس ديال طنجة يعني كندو بهاد الامور بحال هادي، وكنطالبوا من وزير الصحه انه يخرج بشي تصريح او بشي تدوينه او بشي حاجه بحال هيدا، ويشرح علاش هضر بديك الطريقه هادي. لان هاد الصباح طوال نهار اليوم
يعني جميع المنشورات الناس يعني يعني غضبانين واحد الغضب ما تصوروش. الناس كل شيء كيهضر. انا الصراحه ما سمعتش التصريح ديالو اللي للاسف ما خليتكم شي في الاول، نخليكم بعدا مع التصريح اللي هو هذا. ديك المدينة على الشمال، ولكن ديك المدينة اللي محسوبة أو لا شي حاجة بحال هيدا على الشمال، وكما كنعرفوا كاملين يعني كيعني مدينة طنجة اللي هي مؤخرا فيها بؤر يعني بزاف، وهاد البؤر يعني ماجين من الشركات اللي تما اللي خلاوهم يعني حالين هنا من ماجي المشكل، ماشي من سكان المدينه اللي ما ملتزمينش كما هذا يعني بال ما ملتزمينش بالحجر الصحي وما ملتزمينش البيوت الى اخره. هادشي هذا راه الصراحه راه كاين في المغرب كامل، يعني نخليكم انا مع صور المغرب لان مؤخرا بزاف القيل والقال كيتقال على سكان المدينه. وحنا الصراحه للاسف كنشوفوا هادشي هذا في المغرب كامل ماشي غير في مدينه طنجه، فعلا كاينه هادشي هذا، ولكن كاين في جميع المدن المغربيه ماشي في مدينه طنجه فقط. واذا بغيتو نخليكم مع بعض الصور اللي هي من جميع المدن المغربيه. المهم اخوتي كنتمنى من وزير الصحه خالد قيس الطالب يخرج باعتذار او بتوضيح او بشيء من هذا القبيل باش نطويو هاد الصفحه اللي حنا في هاد الساعه دي في غنى عنها، لان شنا انا قلت لكم جميع الباجات جميع كل شيء كيهضر على هذا الموضوع هذا. وانا الصراحه يعني بزاف ديال الناس هضروا معايا، ولكن مين مشيت وطلعت وشفت يعني داكشي اللي تقال فعلا انا بيدي والله ما تفهمته، جاني شويه ولو انه هذا كان يعاود ويقول ديك الكلمه ديال المدينه ولا هذا، لان عارف شي حاجه بحال هيدا خصوصا حنا المغاربه يعني كما كتعرفوا راه كاين دائما هذه القضيه هذاك جبلي هذاك عروبي هذاك ما نعرفش شنو. وانا كما قلت لكم حنا ما خصش يكون عندنا هادشي هذا، حنا الحمد لله مغاربه كاملين من طنجه للقويره وكل واحد حامل البطاقه الوطنيه فراه كيتسمى مغربي وعنده الحق الكامل في الدوله ديالو يمشي للمدينه اللي بغى يسكن فين بغى يخدم فين يبغى يمشي يدوز العطله الصيفيه ديالو فين بغى، راه مغربي بحالو بحال هذاك اللي ساكن في الشمال بحال هذاك اللي ساكن في الداخل. يعني هاد القضيه هذه غير حنا المغاربه ما نقبلوهاش، هاد القضيه هذه ديال هذاك ما نعرفش شنو انا طنجاوي هذاك كازاوي هذاك سوسي هذاك مراكش، هاد القضيه هذه راه كنظن في هذا الوقت هذا في 2020 ما خصناش نبقاو نسمعوا هذا الكلام بحال هذا. هذاك جا ما نعرفش شنو هذوك جاوا يعمروا علينا حنا ولاد البلاد حنا ما نعرفش شنو، هاد الكلام هذا حشومه وعار. يعني حنا في هذا الوقت هذا كما سمعنا قبل يعني ديك الاوديوهات اللي خرجوا على الناس ديال الخارج اللي حتى هما المغاربه حتى هما مغاربه الناس ديال الخارج حتى هما المغاربه، والمغاربه اللي بقاو تما خصهم يكونوا يعني مفتخرين بهاد الناس اللي جاوا لهنايا. خوتي المغاربه من هاد المنبر كنوجه واحد النداء ماشي المغاربه كاملين بطبيعه الحال، واحد النسبه او واحد الفئه قليله، لان المستوى او النيفو طايح والله العظيم اذا النيفو طايح. كنهضر على شي ناس مغاربه كنهضر على ديما المغاربه ولكن ماشي كلشي، ولكن كاين واحد الفئه باش ما نلقاش عاوتاني، لان كنهضر على واحد النوع ديال الناس اللي كيستعملوا يعني المواقع التواصل، يعني كاينه شي ومنهم مشاهير يعني ما كاينه غير السب والشتم والكلام الساقط والكلام اللي ما يتسمعش وللاسف كيتبعوهم بزاف ديال الناس. كنحاول يعني نراجعوا نفوسنا، يعني ماشي كلشي بالي ماشي كلشي دايز اخوتي. كاين الناس والله العظيم شي بعض المرات كتكون كضحك غير مع الاصدقاء ولا هذا في الكره ما كيعجزوش ويدخلوا عندك للخاص للبريفي
ويسمعوك اللي عمرك ما سمعتيه بالزبل، يزبلوا لك في الوالدين في ولادك في كل شيء. كاين شي بعض المرات يجي تنزل غير صورة بنيتك وهذا ويجي يقول لك شي كلام اللي ما تفتح الارض وتبلعك وما تسمعوش يا خوتي. حاولوا نغيروا السلوك ديالنا، راه هادشي اللي ماشي به راه الصراحه راه خطير وخطير بزاف والله العظيم. لان نتوما عارفين الدراري صغار كاملين راه كيشوفوا هادشي المواقع وكيشوفوا داكشي اللي كيوقع، وهاد الفئه اللي كنهضر عليها راهما عارفيني. راه والله شي بعض المرات انا في الفيسبوك كيدخلوا لي شي فيديوهات زعما ما شاء الله كاين الناس مزوجين بولادهم هما شي كلام كيخرج من الطقم ديالهم وما عارفش انا فين كنعمل وجههم. يعني كل شيء دايز باش الناس يعني تجني الاموال. حشومه هذا المستوى اللي وصلنا ليه، يعني لا بد خصنا نحاولوا نبدلوا السلوك ديالنا. كذلك السب والشتم يعني في 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 التعاليق ديال اليوتيوب، في التعاليق ديال الفيسبوك، في التعاليق في جميع التعليقات كتلقى كلام والله تحشم تحشم تسمع. يعني كاينه فيديوهات او ناس اللي كيهضروا بهذه الطريقه، يعني ديك شيء خطير وخطير بزاف. وكذلك التعاليق كي من هذا ما انا قلت لكم كاين انسان كيدخل عليك يسمح النفس ديالو كتسمح له، يعني مادام انت عملتي شي زوينه ولا شي حاجه ما عجبتوش راه كيسحب راسو بلي هو عنده الحق انه يدخل ويزبل فيك. ومي كتوصل معاه شي امور كتبدا بالرغيب والبكاء وهذا. نحاولوا نبدلوا السلوك ديالنا، وحتى المسؤولين ديالنا الله يهديهم يعني نحاولوا نركزوا يكونوا عندنا يعني من خرجوا في شي ندوه صحفيه ولا هذا نثبتوا نعرفوا شنو يكون. لان كاينه كلمه جمله وحده راه تجرح سكان المدينه كاملين. نتمنى يكون شي تصريح من وزير الصحه المغربي، شي تدوينه على الاقل اذا مرضاش وزير الصحه يعمل تصريح بوست تدوينه صافي باش نهدنوا هاد الناس هادو، نهدنوا هاد النفوس باش الامور ما تمشيش يعني بعيد. تدوينه صغيره راه القصد ديالي اولا هذا ولا هذا وصافي، كلشي كيتنسى وكلشي كيسكت. ولكن هيدا هاد الصمت انتم شو انا كنهضر، لان شفت جميع الباجات ديال المدينه كلشي كيهضر هذا الموضوع. انا قلت لكم في الاول ما ربما نكونوا غالطين، ما ربما يكونوا السكان ديال المدينه غالطين، ولكن لابد من توضيح، لابد يعني شي تدوينه ولا شي تصريح يعني نوضحوا هذه الامور هذه وصافي. ما وزير الصحه، وزير الصحه، وزير الصحه، حنا عارفين شني واقع هذه الايامات مع هذا الوباء مع هذا، يعني خصنا نكونوا متبتين ونكتبوا كاع اذا حنا حرفتنا نكتبوا داكشي نسطروه في شي وريقه باش ما ننساوهاش باش ما يخرجوش. لان دابا راه المواقع انتم عارفين اي حاجه راه الانسان ولو انه داكشي يكون مقطع، لان ما يمكنش وزير الصحه يقول ديك المدينه اللي في الشمال هذه راه ناقصه. واخا الانسان يبغي يقول ساعه لله ولا هذا راه كتجي شويه الناس الشمال غادي، وحنا ما كاينه دائما ديك هذا الشمال الداخل هذا بوز دائما هذا. وانا دائما كنعود وكنكرر حنا كنا مغاربه الحمد لله كنا مسلمين، كتجمعنا رايه وحده، كتجمعنا كلمه لا اله الا الله، وكيجمعنا يعني التراب الوطني من طنجه للقويره، وكنا مغاربه وكلنا يعني عندنا الحق نمشيو فيما بغينا ورضينا، فيما بغينا ندوزو الكونجي ديالنا، فيما بغينا نخدمو، فيما هذا حنا مغاربه، ما كاين لا شمالي ولا داخلي ولا ريفي ولا هذا ولا حتى شي حاجه. ما نطولش عليكم اخوتي، تهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.